بس عاوز استعرض ايه مصادر التعلم المتاحة النهاردة في مصر في سنة 2021 لجميع السنوات الدراسية. احنا مش حاطين كي جي 1 لحد تالتة ابتدائي لان دول بياخدوا نظام التعليم الجديد ومعتمدين اكتر على العلاقة بينهم وبين المدرس انهم اطفال. من رابعة ابتدائي واحنا طالعين لو حضراتكم شفتوا الاعمدة دي هنلاقي ان احنا بنبني على القنوات التعليمية صرح كبير جدا، وهنا في مكتبة ضخمة جدا رقمية مغطية كل المناهج، وبعدين الليرنينج مانجمنت سيستم ده الثانوي واعدادي بس المباشر، دروس الكترونيه، ادمودو، مكتبه الكتب التفاعليه، في منها مستويين، مستوى ببلاش ومستوى بفلوس. الحاجه اللي بفلوس هي اللي عليها نجمه. هتسالوني ليه الوزاره بتاخد فلوس؟ اولا ده اختياري بوضوح شديد ومستوى عالي جدا، عالي جدا يعني بيكلف، عشان نعمل الانتاج ده بيتكلف. طب الفلوس دي هتروح فين؟ هتروح للسادة المعلمين وللمدارس ولتطوير التعليم، وعشان نعمل لكم منصات اكبر من دي من غير ما نحط عبء على الموازنة. ده السبب انها بفلوس. طب هل الفلوس دي زي اللي هتدفعها بره؟ لا، دي خمس اللي هتدفعه بره. فاحنا بنديك حاجة فيها جودة عالية جدا، متراجعة من الوزارة، مأمونة، عارفين مين اللي بيقولها وفلوسها رايحة فين، ورايحة للسادة المعلمين اللي مفروض نهتم بيهم علشان هم اللي هيقدموا لنا كل ده. طيب ده اللي بفلوس. بص اللي ببلاش بقى كل الاخضر ده، فاللي عاوز يدفع اهلا وسهلا، مش عاوز ده اختياري. انما قنوات تعليمية متاحة بالكامل من رابعة ابتدائي للثانوية العامة، ده بزائد التدريس في المدرسة، ده مع التدريس في المدرسة. وبعدين الليرنينج مانجمنت سيستم ده موجود للمرحلة الثانوية، المكتبة دي موجودة لكل السنوات، كل ده ببلاش. البث المباشر ببلاش من على موقع الوزارة، ادمودو ببلاش، في 13 مليون مستخدم. الاي بوكس هتتحط نسخة رقمية بس مش تفاعلية هنا، والنسخة التفاعلية هتتحط في المكتبة اللي اسمها اي بوكس بلس بسعر محدود يكافئ جزء من اللي كان بيدفع في الكتب الخارجية. دي بقى الكتب بتاعت الوزارة اللي معمولة بفكر الوزارة تحضيرا للامتحانات الجديدة بفلوس زهيدة جدا، منه بنديكوا كواليتي اعلى بسعر اقل ونرشد الموارد. اسأل المعلم ده حاجة جديدة هندخلها السنة دي، هنبتدي بالإعدادية للثانوية. دي حاجة زي البرنامج بتاع أوبر اللي واحد بيجيب تاكسي، هو بيطلب تاكسي فالتاكسي بيجيله، هو مش عارف تم اختيار التاكسي ده ازاي. هنا الطالب اللي عنده سؤال هيبعته على الابليكيشن ده، على البرنامج ده، هيلاقي أستاذ رد عليه، أستاذ هيرد عليه، ممكن أستاذ ممكن مجموعة. ده برنامج نلاقي فيه ردود على أسئلتنا أونلاين لو حبينا من أي تليفون في أي سنة دراسية من دول من الإعدادية لحد الثانوية، وهنتكلم على تفاصيله وإحنا ماشيين.